لتفعيل صيغة M3U نضغط هنا وسوف تظهر لنا الإعدادات، نختار هنا السيرفر وسوف تظهر لنا تلقائيا المدة المراد تفعيلها، سنة أو تجربة 24 ساعة. إذا اخترت سنة ستلاحظ خصم 12 نقطة من حسابك، وهي عدد أشهر انخراط سنة. نقوم باختيار المدة، وهنا في خانة عنوان الماك ندخل أي 6 أرقام ليس بالضرورة الماك الذي تريد تفعيله. هنا على اليسار نجد جميع الباقات مفعلة، وإذا أردنا تفعيل البعض منها فقط ما علينا سوى الضغط عليها مرتين أو الضغط على كنترول من لوحة المفاتيح واختيار أكثر من باقة، ثم ترسلها إلى اليمين لتفعيلها، فتصبح الباقات على اليسار غير مفعلة تلقائيا. هنا في خانة النوت ندخل اسم أو معلومات الزبون ليسهل علينا فيما بعد إيجاده بسهولة، وعند الضغط على حفظ يظهر لنا سطر M3U في الأسفل. وهكذا نكون قد انتهينا من طريقة تفعيل M3U.